طبعا حبيبنا الجميل عبد الله، عبد الله عبد الله، هوا الجنوب، جنوبي الهوا، ما شاء الله تبارك الله، حافظتها ربع عقب الأمطار الغزيرة جدا والتي لا زالت مستمرة إلى هذه الأثناء، حذارا للشلالات وجمالا يعنون كل أرجاء المكان، خضرة وطبيعة وزخات مطر وكذلك جريان للأودية في هذه الأثناء. سنكون بإذن الله في القرب من مواقع المطر والجمال والطبيعة اللي معتادين عليها في أرجاء ومحافظات منطقة جازان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في كثير من الأوقات لا تسعفنا الكلمات لوصف الجمال الذي تتسم به أغلب محافظات منطقة جازان هنا مع هذه الأمطار الغزيرة التي تهطل على محافظة فاروق. تشاهدون هذه الأجواء الممتعة، طبعا جنوبي الهواء الممتع المبدع اللي دائما أبدا في قلب الحدث، ناقلا وواضعا الجميع في قلب الصورة. المكان محافظة هاروب، الجمال لا يوصف، الطبيعة البكر، الطبيعة الخضراء، الشلالات، السيول، كل ذلك حاضر معنا من هذه المحافظة الجميلة. طبعا والله العظيم الزائر المكان يشوف وهو يوصف هذا الجمال. يا هلا ويا غلا ويا مرحبا بعشاق الأمطار والرحمات. سأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الأمطار التي هطلت، ما شاء الله تبارك الله. يا من سألتم عن الجمال وعن الطبيعة وعن الخضرة وعن الشيء اللي دائما وأبدا يبهج الناس بروعة المكان، روعة الأجواء، روعة كل شيء، ما شاء الله تبارك الله. وهل هناك أروع من زخات المطر وهذه المناظر الجميلة البهية التي تعنون محافظة هاروب في كل جنباتها، ما شاء الله تبارك الله. والله طبيعة وخضرة وأجواء وأودية سالت بالرحمات وفاضت، شيء لا يوصف. محافظة هاروب واحدة من محافظات الجمال في منطقة جازان. ما شاء الله تبارك الله، محافظة هاروب في هذه الأثناء جريان الأودية واستمرار الهطولات المطرية، مكان جميل، مكان رائع، هاروب بكل ما فيها ما شاء الله تبارك الله، جدا 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 رائعة وجميلة. هنا السيول، هنا الشلالات، هنا زخات المطر المستمرة إلى هذه الأثناء. سيكون وادي شهدان اليوم على أشده في الجريان، لا تزال الأجواء أيضا ما شاء الله على عالي الجبال جدا طيبة. سأل الله أن يبارك في هذه الأمطار، شروحات عن جمال السحاب، عن عظيم الركام هنا وهناك، الأمطار التي شهدوها يقولون التفاصيل، يستمتعون أيضا بجمال المكان هنا في محافظة هاروب، ما شاء الله تبارك الله.